مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من فقه الحياة. قال المولى تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله العظيم. بعدما كانت الإنسانية تتخبط في التيه والضلال، أكرم الله تعالى الإنسانية بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. المولى تبارك وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم هداية للناس أجمعين، وها نحن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، تهل علينا نسائم الخير والنور، هذا النور الذي ملأ السماوات والأرض والكون بأسره بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. حول ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تدور هذه الحلقة من فقه الحياة، ويسعدنا أن يكون معنا فيها فضيلة الدكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف. برحب بحضرتك فضيلة الدكتور. مرحبا، أهلا وسهلا، كل عام ومصرنا بخير. وحضرتك بخير إن شاء الله. مشاهدينا متواصلون معكم في هذه الحلقة بعد الفاصل. مشاهدينا لكم التحية مجددا، ولضيفي في هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الدكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف، أجدد لحضرتك التحية دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا. فضيلة الدكتور، بداية ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما فقيرا، أود معرفة الحكمة الإلهية من ميلاد النبي يتيما فقيرا. أرج الحديث بسيرة المختار، وتعطرت لأريجه أحوالي، يا خير خلق الله أنت وسيلتي، عند الإله المنعم الغفار، لم ألف غيرك من يجيب إذا دعي، ومن يقيل إذا زللت عثاري، فامدد يمينك بالعطاء وبالندى، واحب الفقير بفيضها المدرار، أنت الذي ملأ الوجود بجوده، والجود بعض خلائق المختار. الجمال سيدنا محمد، والكمال سيدنا محمد، فما خلق الرحمن أجمل ولا أكمل ولا أنور ولا أزهر ولا أعلى ولا أغلى ولا أسنى ولا أسمى ولا أكرم ولا أنبل ولا أعظم ولا أنور من رسول الله سيدنا محمد. الغيم ظلله، الضرع حنله، الظبي اشتكت البلوى فأشكاها، وفاض الماء من يده، وجاء لنا بنور شق ظلماها، وما مشى حبيبنا على شجر ولا حجر إلا وقال سلام الله يا طه، الله أكبر، نحن الفائزون به، ولن يفوز سوى من وحد الله. لا إله إلا الله. سيدنا صلى الله على حضرته هو المقصود من بيت القصيد، فلا أنا ولا غيري ولا عالم من علماء الأمة يستطيع أن يحيط زرعا برسول الله، وإنما لتقريب المعاني، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، ومبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه هو خير خلق الله كلهم. فعندما يولد رسول الله يتيما، حتى إذا قال الأبناء يا أبه، كل طفل يقول يا أبتي، ورسول الله يقول يا الله، فلخصوصية لرسول الله، حتى يكون الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه خالصا مخلصا لربه. وكذلك لتصنع على عيني، واصبر فإنك بأعيننا، حتى لا يتقول متقول بأن رسول الله صلى الله على حضرته كان له عصبة أو عصبية امتد من هؤلاء القوم قوة وصل بها إلى مساعدة العقيدة أو نشر الدين الجديد، وإنما حبيبنا صلى الله على حضرته كان لله، وحياته لله، فكله لله، وهو عبد الله الذي جاء كي يصل بالناس إلى بر النجاة.
عليه الصلاة والسلام. طب فضيلة الدكتور، حفظ الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم من كل مظاهر الجاهلية التي كانت منتشرة في شبابه وطفولته، اشرح لنا كيف حماه الله سبحانه وتعالى من ذلك. المولى تبارك وتعالى قال لحبيبه: والله يعصمك من الناس. إن النبي ممنوع عن كل ما كان في أهل الجاهلية من شرك ومن لهو ومن صخب، فكان حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه له كيفية خاصة حتى منذ الميلاد. وأول من بشر برسول الله في قبيلته أمه السيدة آمنة، التي يتقول عليها بعض المتقولون يقولون: أين أم النبي؟ وصلت درجة ببعض الجهلاء والسفهاء يقولون: هل أم النبي في الجنة أم أم النبي في النار؟ والعياذ بالله. أم حضرة النبي الذي يقول: أنا لها أنا لها، أيكون شفيعا للأمة وللعوالم جميعها، ولم يتشفع لآمنة، علما بأنها رضي الله عنها كانت أهل الفطرة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأمه قالت: رأيت نور خرج مني أنارت له قصور بصرة في الشام. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا بشرى أخي عيسى، وأنا رؤيا أمي، وكذلك أمهات الأنبياء يرين. فعندما ننظر إلى حضرته صلى الله عليه وسلم لم يصبه من عادات الجاهلية شيء، وإنما منذ نعومة أظفاره صلى الله على حضرته كان هو الأمين، وكان هو الصادق، وكان هو التقي، وكان هو النقي، وهو العفيف، بل علامة للطهر وعلامة لكل خير. فعندما يخرج صلى الله على حضرته في بناء الكعبة مع قومه، كل منهم يحمل الأحجار، فيجعل من ثوبه رداء للحجر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يرفع ثوبه يناديه من يهاتفه: لا تظهر عورتك يا محمد، لأنه ممنوع، لأنه رسول الله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. ظللت أخبئ حبي حضر لائمة، فنم دمعي وأفشى سره سقمي. لامني يوما في الهوى أخو عزل، قلت: أقصر، فإن القلب في صممي، وفي فؤادي بذور الحب قد نبتت، مزكان السبابة في المهد ثدي فمي. فحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه لم يسجد لصنم، بل كان بينه وبين الأصنام عداء، وكان هنالك بينه وبين الأصنام كأن هنالك ثأر قديم جبل على بغضه لعادات الجاهلية صلى الله على حضرته. وكأن المولى تبارك وتعالى كما قال: وكذلك لتصنع على عيني، لصنعة المولى تبارك وتعالى، لأنه محمد صلى الله على حضرته محمود في الأرض ومحمود في السماء. حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه يخرج في مرة تعتبر الوحيدة مع أولاد العم إلى عرس هنالك وكان فيه صخب، ولكن عندما يلقي عليه المولى النوم لا يستفيق إلا على طلوع الشمس، لم يرى لهوا ولم يسمع لغناء ولم يسمع لمزمار، كأنه تبارك وتعالى يقول: هذا هو صفوتي من خلقي. فلذلك عندما نتحدث عن رسول الله نقول بأنه الجمال والكمال، الإنسان الكامل صلى الله على حضرة سيدنا محمد. حتى كان في ميلاده عندما تقول سيدة حليمة السعدية: عندما كنت أعطيه ثدي وأعطيه الآخر يمتنع، لأنه يعلم بأن له أخ من الرضاعة أو أخت من الرضاعة الشيماء. حبيبنا كان له كيفية خاصة في حياته، في ميلاده، في موته صلى الله على حضرته. حتى عندما كان الصحابة يريدون أن يقلدوه فيقول: أنا لست كهيئتكم في صيام الوصال. عندما كان يواصل صلى الله على حضرته الصيام، الصحابة أرادوا أن يقلدوا حضرة النبي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن هنالك خصائص لرسول الله، مميزات لرسول الله، من هذه المميزات الخصيصة
التي يمتاز بها النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر البشر بأنه يصوم اليوم وغدا وغدا وبعد غد، والناس أرادوا أن يقلدوه، قال لا، أنا لست كهيئتكم، أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. انظري، وله كذلك من خصوصياته صلى الله على حضرته، عندما يصلي ويتجه إلى المحراب فقبل أن يكبر تكبيرة الإحرام، تقدم يا عمر، تأخر رويدا يا أبا بكر، ها هنا يا حذيفة، فيقولون يا رسول الله أترانا من خلفك يا رسول الله، فقال والذي بعثني بالحق أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي، لأنه سيدنا محمد صلى الله على حضرته. تأتيه إحدى النساء وبين يديها غلام، تسوقه إلى رسول الله، يا رسول الله هذا ولدي منذ أن ولد أبكم لم يتكلم، جئت به إليك يا رسول الله، دلوني عليك، حار الأطباء في ولدي، لم يصفوا له دواء ولا علاجا، ولكن قالوا لي عليك برسول الله، فها أنا ذا جئت إليك يا رسول الله، وهذا الولد أبكى لم يتحدث، لم يتكلم، لم يستبين في حروفه ولا في كلماته، إنه أعجم، كيف أصنع معه يا رسول الله؟ يتبسم حبيبنا يقول تعال إلي، ثم ينظر إليه ويقول يا غلام من أنا؟ فقال أنت رسول الله. إذن الحبيب صلى الله عليه وسلم صنعة الله، وخلق بكيفية خاصة، أنا لست كهيئتكم، تستمر طيلة حياة النبي، لأنه ليس كمثل رسول الله أحد، لأنه عندما ننظر الناس في الجنة يكرمون فيأخذون سن الزاهد عيسى بن مريم، يعني سنك هيكون في الجنة إن شاء الله بإذن الله تكرمين، اللهم أمين يا رب العالمين، ونحن معك ومن يستمع إلينا، ونكون جميعا من أهل الجنة، لا تحرمنا من الجنة يا رب. فيكون سن الناس الذين يدخلون الجنة والعباد الذين يكرمون في الجنة لهم عمر 30 عاما لا يزيدون، الطول 80 ذراع يعني طول سيدنا آدم، الجمال في جمال يوسف، يعني هذا الوجه اللي مش حلو يوم القيامة بإذن الله إذا كرم، يا رب لا تحرمني من النظر إليك يا رب، واجعلني من أهل الجنة يا رب، ومن يستمع إلي الآن وأبتي وأمي ومن يستمع إلي، يكون جمال العباد في الجنة في جمال يوسف. فقال أحد الناس إن كان الجمال في جمال يوسف، وإن كان السن في سن عيسى، وإن كان الطول في طول آدم، أين رسول الله؟ إحنا عاوزين في الصفة من حضرة النبي. فقال آسف، محمد واحد ليس له شريك في محاسنه، ليس كمثل رسول الله أحد، شبهته بالبدر قال ظلمتني يا واصفي بالله ظلما بينا. حبيبنا صلى الله على حضرته يسأل الشافعي كيف يراه الناس في الجنة، له منزلة عالية لا يصل إليها أحد، فيقول النبي بالنسبة لأهل الجنة كالشمس بالنسبة لأهل الدنيا، كل واحد في مكان يرى الشمس، وكل واحد في الجنة يرى رسول الله. أحدهم يقال له صف لي الجنة، ما هي الجنة؟ قال الجنة فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء، والروح والملأ الملائكة حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو، والحظيرة تزدهي، والمنتهى، والسدرة العصماء، يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت، وطوعت مسكا بك الغبراء، إذا خطبت فللمنابر هزة تعرو الندية، وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجمع عهدك زمة ووفاء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحمة حماء، عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء، والرسل دون العرش لم يؤذن لهم، حاشا لغيرك موعد ولقاء. فضيلة الدكتور، نريد من حضرتك أن توضح لنا دور السيدة خديجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
السيدة خديجة أم المؤمنين لا تنسي يا أخية بأنها هي أول من آمن من النساء، وقيل من الناس، لأنه عندما دخل عليها رسول الله وقال زملوني زملوني، هذه الزوجة الرؤوم، هذه المرأة الحكيمة العاقلة اللبيبة الرشيدة التي أعطت النبي كل ما معها المال وكذلك حتى العواطف الجياشة، فكانت تقول والله لا يخزيك الله أبدا، فهي أول من آمن، وكذلك هي أول زوجة لسيدنا محمد عليه الصلاة، وكذلك هي أول من بكى عليها رسول الله بعد أم السيدة آمنة رضي الله عنها وأرضاها عندما وقف على قبر أمه فبكى، وكذلك بكى على موت السيدة خديجة، فجاء أمين جبريل يقول يا محمد كفى بكاء على خديجة، إن عرش الرحمن والملائكة حملت العرش يعني اضطربوا لبكائك يا رسول الله، أبشرك إن خديجة في الجنة في قصر من ذهب لا تعب فيه ولا نصب. حتى عندما يتزوج حبيبنا بالسيدة عائشة الحصان الرزان المدللة التي كانت لها منزلة في قلب رسول الله، فعندما يرى رسول الله إحدى النساء العجائز قادما بعيد يقوم لها رسول الله بل يأخذ بيدها ويجلسها حيثما كان جالسا، فتتساءل السيدة خديجة عائشة لما هكذا يا رسول الله، أتقوم لعجوز وأنت رسول الله؟ فقال يا عائش هذه من صاحبات خديجة، هذه كتزورنا على عهد خديجة، فقالت ما فتئت أن تذكر خديجة، خديجة وما خديجة إلا عجوز أبدلك الله بخير منها؟ فقال صلى الله على حضرته لا يا عائشة، والله ما أبدلني ربي بخير منها، هي التي أعطتني مالها عندما منعني الناس، هي التي وقفت إلى جواري عندما تركني الناس، هي التي ساعدتني عندما منع الناس المساعدة ورزقت منها المال والولد. ولذلك قال قائلهم عند البتول وأمها يقف التعدد يا جهول، حبيبنا لم يعدد على السيدة خديجة حتى انتقلت إلى جوار ربها، ولم يتزوج علي رضي الله عنه على الزهراء حتى انتقلت إلى جوار ربها، عند البتول وأمها يقف التعدد يا جهول، وهي من الكاملات لقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء سوى أربع، آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، فاطمة الزهراء، الزهراء سيدة نساء العالمين، سيدتي وأنا خادمها، هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يضاهي في الفخار أباها؟ أبوها صلوا عليه هو أكرم مرسل جبريل على التوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيفا غدا بيمينه تياها، يد ترتل بها آيات الله ويد تدور على الشعير رحاها، هي ومضة من نور عين المصطفى، هي قطعة من حضرة النبي، يقول هي قطعة مني يريبني ما أرابها ويريبها ما أرابني، فكان صلى الله عليه وسلم يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. ولذلك قيل أن علي رضي الله عنه جاء يوم وعليه علائم الغضب، ما بك يا أبا تراب؟ زعلان ليه يا علي؟ ماذا أصابك يا ابن أبي طالب؟ فقال يا رسول الله أشكو إليك زهراءنا، ماذا صنعت زهراءنا يا علي؟ ماذا فعلت؟ فقال يا رسول الله أيرضيك يا أبا القاسم بأنها تقول بأنها أحب إليك مني؟ إنك أنت بتحبها أكثر مني يا حضرة النبي؟ أنا حزنت لقولها بأنها أحب إليك مني، ماذا تقول يا سيد الأنبياء ويا أمير المرسلين؟ انظري إلى الرحمة المهداة وإلى النعمة المسداة، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، يا علي
ماذا تقول؟ قال إنني أشكو إليك الزهراء. ماذا صنعت الزهراء؟ قال إنها تزعم بأنها أحب إليك مني. فقال يا علي، قال سيدي كل أذان صاغية، ماذا تقول يا أبا القاسم؟ هل فعلا هي أحب إليك مني؟ قال يا علي، صدقت الزهراء هي أحب إلي منك، ولكن أنت أعز علي منها. الجمال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر الحبيب ونحن جمع ترى كلا له شأن عراه، منا من يذوب كذوب شمع، ومنا من يموت على هواه، على هوى رسول الله وعلى دين رسول الله وعلى محبة رسول الله. منا من يذوب كذوب شمع، ومنا من يموت على هواه، ومنا من تراه بغير ألم، ولكن شوق المحبة قد سلاه. وكم من جاهل أبدى اعتراضا، ولما ذاق ما ذقنا اشتهاه. الحبيب الرحمة المزداه والنعمة المهداه، يأتي علينا من يقول لا تفرحوا برسول الله، لا تحتفوا برسول الله، إن الاحتفاء بميلاد النبي بدعة. أقول له والله إنك جانبت الصواب، إن المولى تبارك وتعالى يقول وذكرهم بأيام الله. أيامنا سيدنا محمد، وعشقنا سيدنا محمد، وغرامنا سيدنا محمد، وهيامنا سيدنا محمد، وعزنا سيدنا محمد. يا أبا الزهراء، يا سيد الوجود، عيني لغير جمالكم لا تنظروا، وسواكم على خاطري أبدا لا يخطروا. صبرت قلبي بجمالكم فأجابني، لا صبر لي، لا صبر لي، لا أصبر، لا صبر لي حتى يراكم ناظري، وعلى محبتكم أموت وأحشر. عندما نحتفي برسول الله يا أخي ونتحدث عن حياة النبي، كيف قد أحبوه الأصحاب، كيف تعامل مع أمهات المؤمنين، ما علمنا ذلك إلا عندما ظل أصحاب السير ينقلون إلينا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ميلاده صلى الله على حضرته. تتحدثين عن جماله، تتحدثين عن خلقه، تتحدثين عن خلقه، تتكلمين عن مناقبه، تتكلمين عن شجاعته، تتكلمين عن حيائه، تتكلمين عن جبران الخواطر في زمن عز فيه جبران الخواطر، عندما كانت تأتي الأمة الصغيرة وتنادي يا رسول الله تعالى معي، ماذا يصنع حبيبنا؟ يسير معها. لما؟ قال إن أهلي أرسلوني ولكنني تأخرت يا رسول الله، وأخشى إذا ذهبت سرعان ما أن يعذبونني أو يعاقبونني، كن شفيعا لي يا أبا القاسم. يخرج معها رسول الله، حبيبنا الذي أعطي ما لم يعط الكليم، ووصل إلى ما لم يصل إليه جبريل، ووصف بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، يسير مع طفلة حيثما أرادت. وعندما توقف رسول الله وقال السلام عليكم أهل البيت، لم يخرج أحد. السلام عليكم، لم يجيب أحد. الاستئذان ثلاث، السلام عليكم، لم يجيب أحد. فقال لها تعالي، وأراد أن يعود صلى الله على حضرته. إذ بالنسوة يفتحن الباب ويخرج، وكل واحدة تخرج وكأنها تريد أن تتسابق مع جاراتها. تعال يا رسول الله، بين الجفون وفوق المقل، ما الذي منعكن أن تجبن عندما استمعتن إلى السلام؟ فتقول إحداهن يا رسول الله، أردنا أن نستزيد ببركاتك والرحمات التي تتنزل على بيتنا يا رسول الله، وددنا بأنك تسلم علينا حتى يمضي الوقت. فقال حبيبنا، جئتكم شافعا في هذه الجارية. فيقول أحد الرجال الذي جاء مسرعا، يا رسول الله جئت شافعا؟ نعم. قال أشهدك بأنها حرة لوجه الله، جئت إلى بيتنا، شرف ما بعده شرف. فعندما نحتفي برسول الله ونحيا برسول الله ونفرح برسول الله، ونأخذ الحلوى لأولادنا، ونتحدث مع نسائنا ومع أخواتنا ومع أحبائنا ومع الدنيا، ونقول هذا هو محمد، هذا هو الجمال،
هذا هو الكمال، هذا هو الذي جاء رحمة للعالمين. فعندما ننظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم، انظر إلى صدقه، انظر إلى المعاملة التي جعلت الأعداء يتعشقونه، والواحد منهم يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، حتى رأينا الصحابة يتسابقون ويفدونه بأرواحهم وبأولادهم وبأنفسهم، والرجل منهم يقول يوم أحد نحري دون نحرك يا رسول الله، أفديك بمالي، أفديك بأبتي، أفديك بأمي، لأنه صلى الله على حضرته أعطانا الكثير والكثير. ونظن عليه بأننا نقول نحتفي بميلاده، إن ميلاد النبي هو ميلاد الأمة، هو ميلاد البشرية، هو ميلاد الحرية. وتركت لهم من الأخلاق ركنا فخانوا الركن فانهدموا الترابة، ولو اتبعوا سبيلك لكان نورا، فالأخلاق أجدر أن تهاب، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابة. أخي نحتفي برسول الله حتى نتخيل حبيبنا وهو ينادي على أصحابه، وهو ينادي على أمهات المؤمنين، حتى قال قائلهم صفه لي، صفه لي يا من رأيت الحب ليلا، إن عيني تشتقي ذاك الجمال. صفه لي يا من رأيت الحب لوما، يا من رأيت الحب ليلا، إن عيني تشتهي ذاك الجمال. كم أنادي، كم أنادي يا رسول الله أقبل، كم أنادي يا أبا الزهرة تعالى عليه الصلاة والسلام. طب فضيلة الدكتور، كيف ماذا كان يفعل النبي في يوم ميلاده؟ عندما يسأل صلى الله عليه وسلم، وهذه رسالة موجهة من هذا المنبر العامر إلى كل من يعترض على كل من يفرح برسول الله، أقول له أوما قرأت في صحيح السنة بأنه يسأل عن صومه، لم الصيام يوم الاثنين يا رسول الله؟ قال هذا يوم ولدت فيه، في اليوم الاثنين ده ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم شكرا لله تبارك وتعالى. فإن شئت فعليك بالصيام، إن لم تستطعين عليك بإطعام الطعام. وماذا نصنع في ميلاد النبي؟ نطعم الطعام ونفشي السلام ونلين الكلام ونصلي إن شاء الله بالليل والناس قيام، لأننا كرمنا وشرفنا بنعمة الإسلام وانتسبنا إلى سيد ولد عدنان. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطئ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. رسالة ترسل وأبتعث بها من هذا المكان لهؤلاء جفاة القلوب الذين يعترضون على الفرح برسول الله وعلى الاحتفاء برسول الله، أقول لهم سنفرح برسول الله الذي جاءت إليه الجارية بعد أن عاد من الغزو وقالت يا رسول الله لي نظر، نظرت لله، ماذا نظرت؟ نظرت إذا عدت سالما يا رسول الله لأضربن على رأسك بالدف. ماذا قال الحبيب؟ أضربي. إذن هو جابر الخواطر. وعندما خرجت المدينة، كل المدينة لسيد المدينة وسيد ولد آدم، طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع، ولبسنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع، وعليك الله صلى ما دعا لله داع. نظر وجد بنيات من بني النجار يقولن شعرا يختلف مع المدينة جميعها. ماذا قلنا هذه البنيات الصغيرات؟ قلنا نحن بنات من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. فاقترب رسول الله إليهن وقال أتحببنني؟ قلنا نعم يا رسول الله، فقال والله وإنني لأحبكن عليه الصلاة والسلام. طب فضيلة الدكتور، عاش النبي 40 عاما قبل البعثة، تجلت في هذه الأعوام الصفات الحميدة بكل المعاني،
تجلت فيها الفطرة السوية السليمة، حدثنا عن ذلك وأهم المراحل في حياة النبي قبل البعث. أخي ماذا أحدثك وعن ماذا وأين الوقت؟ وأي وقت يسع المتحدث حتى يعدد مناقب السادة الأجلاء العلماء، يعني لم يتركوا شاردة ولا واردة من حياة النبي إلا وسجلوها. كيف كانت حياته في ميلاده؟ كيف الإرهاصات قبل الميلاد؟ كيف كان الميلاد؟ كيف كانت الطفولة؟ كيف كانت المعيشة وهو فتى؟ وكيف كان قبل البعثة؟ انظري إلى موقف ندلل فيه على رجاحة عقل النبي وعلى حكمته. يختلفون القبائل، طي وهزيل وقريش وبقية القبائل، بعد بناء الكعبة كل قبيلة تريد أن تحظى أن تضع هي بنفسها الحجر الأسود في الركن اليماني. فلو وضعت قريش هذا الحجر لتنازعت بقية القبائل، وإذا وضعت مثلا هذيل أو طي أو أي قبيلة من القبائل الموجودة في الجزيرة العربية أو في قريش أو في بلاد مكة، كل قبيلة تريد أن تحظى بهذا الشرف. فظلوا يتقاتلون حتى قال حكيم من حكمائهم: علامة التقاتل لابد أن نحكم أول من يدخل علينا من الطريق ونرتضيه حكما أيا كان هذا الرجل من أي قبيلة كان. فنظروا بعد أن توقف الخلاف، قالوا ارتضينا هذا الأمر. نظروا إذ بالطريق تقل الجمال، القمر، النور، البدر، سيدنا محمد. قالوا إنه الصادق الأمين، ارتضيناه حكما. انظري إلى حب النبي لهؤلاء الناس وحبهم إليه. ولذلك يختلف الموقف عندما يصبح الإنسان على غير الصلح مصلحا. الناس يرتضونك أن تكوني صالحة، وإنما إذا أصبحت مصلحة تقومين الإعوجاج يختلفون معك. فعندما كان صالحا تقيا أمينا علموا بأنه الصادق الأمين، فقالوا ارتضيناه حكما. فماذا يصنع رسول الله؟ انظري إلى رجاحة العقل وإلى كمال الفطرة. فما كان منه إلا أن قال القوم: على ما تتنازعون؟ قالوا نتنازع على وضع الحجر الأسود. كل قبيلة تريد أن تحظى بهذا الشرف، هل تجد لنا حلا لهذه المعضلة؟ قال نعم. ثم خلع رداءه صلى الله على حضرته وبسط الرداء، ثم جعل الحجر في هذا الرداء وقال: كل قبيلة تأخذ بطرف الرداء. وحملت القبائل جميعها الرداء المحمدي، ووقف صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر بيده الشريفة حتى يكون هو الفائز بهذا الشرف، ووضع الحجر في مكانه الموضوع الآن. وكأنه صلى الله على حضرته أصبح قاضيا في هؤلاء القوم في وقت لا توجد فيه للقضاء حكمة، ولكن سيد الحكماء سيدنا محمد وأعظم العظماء سيدنا محمد. كما قال مايكل هارت، هذا الرجل الذي كان يدين بالمسيحية ديانة وبالكاثوليكية مذهبا، قال: العظماء ماء وأعظم العظماء محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. طب فضيلة الدكتور، الكثير من الأنبياء عملوا في رعاية الغنم. نعم. الحكمة الربانية من هذا العمل لكثير من الأنبياء ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكمة من رعاية الغنم بأن الغنم تحتاج إلى سياسة وإلى صبر وإلى نوع من قيادة خاصة. هذه تشرد بعيدا، هذه ضعيفة، هذه تجد في المسير، هذه وضعت جنينها ولا يقوى على أن يمشي مع القطيع، فلابد أن يأخذه الراعي إلى حضنه، ولابد أن يضرب بعصاه التي تشرد عن القافل أو عن القطيع. وكذلك كأن الأنبياء جميعهم من موسى إلى غيره إلى سيدنا محمد إلى الزاهد عيسى بن مريم، جميعهم كانوا رعاة للغنم، لأنهم ينتقلون من سياسة الأغنام إلى سياسة الأمم
والأنام. فمن تعود الصبر والحنكة والجلدة وأصبح رؤوفا رحيما بالضعيفة ويكون قويا على التي أراد أن تخرج، هذه فيها صفات القيادة والريادة. فعندما يسأل رسول الله عن رعيه للغنم فقال: وما من نبي إلا وقد رعاها، مولاي أذل عني حجبي وبنور هواك أذب مهجي، بأسماك الحسنى وبما أنزلت من الكتب بنبيك أحمد، من أنقذت به الأكوان من الهرج، بصحابته بقرابته وبمن حلوا فوق الدرج، يا رب بهم وبآلهم عجل بالخير وبالفرج. آمين يا رب العالمين. طب فضيلة الدكتور، هل كان الصحابة يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان كل منهم يحتفي بطريقته الخاصة. فعندما تري بأن الواحد منهم يقول: أفديك بنفسي يا رسول الله، وتحدثنا عن الجارية التي نظرت أن تضرب بالدف، وتحدثنا عن صيامه صلى الله عليه وسلم، فكل منهم كان قرآن يسير على الأرض، كل منهم له منهج. فإذا كان المولى تبارك وتعالى يقول: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل نثبت به فؤادك، إذا كان فؤاد النبي صلى الله على حضرته يثبت وهو الثابت وهو أفضل قلب في الوجود بذكر الأنبياء على مسامعه من قبل الوحي، فعندما يذكر المولى تبارك وتعالى قصة نوح وقصة هود وآدم وإبراهيم وموسى وعيسى ويحيى صلى الله على هؤلاء جميعا وصلى الله على سيدنا محمد، ليثبت به فؤاد النبي. فأليس المسلم حريا أن يثبت فؤاد أخوه المسلم أن يذكر عليه ميلاد النبي ودلائل النبوة وخصائص النبوة وشمائل النبوة وجمال النبوة؟ سيدي يا رسول الله، يا أبا القاسم، ثبتت لك في القلب مني محبة كما ثبتت في الراحتين الأصابع، حرام على قلبي محبة غيركم كما حرمت يوما على موسى المراضع. طب فضيلة الدكتور، لماذا تعد محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصول الدين؟ بل هي أساس الدين. نعم. المولى تبارك وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا أحببت حضرة النبي فما عليك بعد ذلك؟ إن رمت في الدارين تسعد أكثر من الصلاة على سيدنا محمد. فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك لا تحصى تكفر بالصلاة على محمد، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وإن رمت الارتفاع في الدرجات فعجل بالصلاة على محمد. ولا تخشى من الملكين رعبا فإن سألاك قل لهما محمد. فحبيبنا صلى الله على حضرته هو شق الشهادة، وحبيبنا صلى الله على حضرته وسلم يعتبر من آمن به يصلي عليه، وإن لم تصلي عليه فأنت من البخلاء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أناس يدخلون الجنة فيخطئون الطريق، فقال: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم عندما كان يصلي علي كان لا يصلون علي. فالصلاة على رسول الله من شمائل الإيمان ومن كمائل الإيمان ومن تمام الإيمان، أن يكون الإنسان منا محبا لرسول الله. وإن لم تكوني محبا لحضرة النبي إيمانك فيه نظر. لذلك فعندما قال سيدنا عمر: يا رسول الله، أنت أغلى من مالي وولدي إلا نفسي يا رسول الله، فقال: يا عمر، لا تؤمن يا عمر حتى أكون أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين ونفسك التي بين جنبيك. قال: الآن أنت أغلى من نفسي يا رسول الله. قال: الآن، الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك، لأنك من الذي عرفك المولى تبارك وتعالى؟ سيدنا محمد. من الذي عرفك الإسلام؟
سيدنا محمد. من الذي قال يا أيها الناس خذوا عني مناسككم؟ سيدنا محمد. من الذي بيّن لنا الحلال من الحرام؟ سيدنا محمد. من الذي جعلك الآن تجلسين هذه الجلسة؟ لأن العرب كانوا يؤيدون البنات أحياء، وإنما عندما جاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم رفع الإسرى والأغلال عن البنات فقال النساء شقائق الرجال. سيدي يا رسول الله، يا أبا القاسم، أنت الرحمة المهداة والنعمة المزداة، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وجاء في الضحى ولسوف ترضى، أصر قلوبنا هذا العطاء، وحاشا يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء، شكرا جزيلا فضيلة الدكتور أحمد الكلحي من علماء وزارة الأوقاف. وأنا أشكركم وجميعا إن شاء الله قريبا في روضة رسول الله إن شاء الله نكون جميعا هنالك، نقول السلام عليك يا رسول الله، اللهم لا تحرمنا من الروضة، وببركة رسول الله يا رب احفظ مصرنا حكومة وشعبا، واجعلها سخاء رخاء، واجعلها كما قلت ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. آمين يا رب العالمين. أشكركم مشاهدين على حسن المتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.